على شاشات الموبايل والكمبيوتر، عم نترقب الأخبار، عم نشوف كل المواضيع، وبالتالي الأكثر عرضة لهي الشاشات بيختلف طبعاً العمر بين الأطفال وبين الشباب، ولكن عم بيكون في نقل لكثير من المواضيع ووجهات نظر لتشكيل رأي عام مختلف بكثير من الأوقات عن الرأي العام الحقيقي، وهي مشكلة كثير كبيرة. كيف ممكن الأهل يتعاملوا معها يا عفاف؟ اليوم سلمى، مع كثرة هي المصادر وممكن أوقات بعض الشائعات والمعلومات الخاطئة يلي ممكن تأثر على شخصية طفلنا يلي ماسك الموبايل وعم يتعلم أشياء ما لازم يتعلمها، أكيد مع نوع من أنواع انعدام المصداقية كمان. لهيك بيلجأوا كتير من الأطفال لأنهم يجربوا أشياء حتى أو يحكوا شيء أو يتعلموا شيء ما أنه صادق وما أنه حقيقي، وهيك بصير الطفل شخص منقاد عند هي الأمور أو مع هي الأمور يلي ما أنا صح، وممكن تلغي شخصيته ببعض الأوقات ويبطل عنده وجهة نظر خاصة فيه. لهيك اليوم كيف ممكن أنا خلي ابني أو الطفل الموجود بالبيت يستخدم هاي الشاشة ويستفيد منها بالشكل الصح، من كان عن طريق الفيديوهات يلي بيتابعها أو المعلومات يلي بيتلقاها وبيخزنها، وكيف ممكن ما يصير شخص منقاد تجاه هاي الأشياء المغلوطة ويضل عنده وجهة نظر خاصة فيه. كل هاي التفاصيل رح نتجاوبنا عليها اليوم الدكتورة رولا الصيداوي، وهي أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك. مثل ما بتعرفي اليوم الأغلبية عم بيكونوا على شاشات الموبايل، وخصوصا الشباب عم بيشوفوا ويتلقوا وجهات النظر اللي ببعض عم بيكون فوضوي غير موثوق، معلومات مغلوطة عبر هاي الشاشات. اليوم كيف ممكن أتعامل مع هاي الحالة بظل هذا الجو السائد اللي احنا عايشين فيه؟ تماما. هلا بداية في نقطة بدي ركز عليها، انه البعض انا لا اعمم الاهل انه بيبدوا او بيبداوا يربوا او يهتموا بالابناء من عمر بس يكبروا، يعني ما بيتركوا هي المرحلة الصعبة، هي مرحلة الطفولة. هي صحيح جميلة انه هو الطفل بيكون مطيع للاهل، لكن هي مهمة جدا، واي خلل باي مرحلة من المراحل العمرية اذا ما تم مثلا معالجته هذا الخلل رح يخلق عيب كبير بالمرحلة اللي بعدها ثم المرحلة اللي بعدها. فهن ما بيلتفتوا البعض انه هذا الطفل عنده مشاكل سواء سلوكية سواء نفسية سواء لفظية، فهن بيفكروا انه بس يكبر بيتغير لوحده. ما في شيء اسمه يتغير لوحده اذا ما في متابعة. اليوم الوضع صعب، الشباب والأطفال واليافعين عم يتلقوا المعلومات البعض من المصادر الموثوقة، من المصادر اللي نحن بنعتمد عليها، لكن البعض للأسف عالم مفتوح، عالم السوشيال ميديا والكل بيعرف، عم ياخذوها من كل حد وصوب للأسف. طيب دكتورة، اليوم خلينا نقول أنه التصفح وحالة نحن ما فينا نسيطر عليها أو ما فينا نتابعها من قبل الشباب، خلينا نقول كمان الأصغر سنًا يلي لسه الوعي ومرحلة تخزين المعلومات والإدراك عندهم يعني بقمة زروتة، خلينا اليوم نعرف كيف نحن ممكن نكون أشخاص متفاعلين ونتلقى وجهات نظر بدون ما تكون هي إذا كانت خطأ ما تأثر على وجهات نظرنا نحن، ونصير أشخاص خلص يعني أنا أشوف أي شيء على النت تأثر فيه وصير أتبنى وجهتي النظر بدون حتى ما أعرف صحتها، أو حتى لو كانت وطورتها صحيحة ما ضروري، أنا ممكن ما بتمثل مجتمعي، ما بتمثل حالتي. هلأ في دوما نحن بنقول التربية هي في عنا سلسلة برامج نحن بنقول التربية السلوكية والتربية النفسية. هلأ التربية ليش مهمة كتير بالنسبة التابع الأم والأب، والأم أكثر بحكم موجودة مع ابنها، إنه بداية هي لما بتكون شاغلت له وقته وقت يكون طفل، حتى على مجال المطبخ، حتى على مجال بيكون هو لسه ما راح المدرسة، هلأ بس يروح لمدرسة صار في مرحلة تانية، صار في عنده انشغال للوقت بعدين الواجب الدراسي وهيك. هلأ دوما خلينا نبدأ بالطفولة، أنت بيلجأ لحتى يملي وقته بالشاشة وتكون عنده فراغ، ونحن بنعرف الفراغ هو مفسدة بشكل عام للطفل أو للشاب.
لانه عنده وقت بده يمليه، اذا ما عنده اصدقاء هو يتواصل هو وياهم، وما عنده مثلا انشطه، وما عنده ما عم يدرس الى اخره، هذا الوقت كيف بده يفرغه؟ بده يفرغه اما بالنوم اما بوسائل تواصل ممكن مشبوهه، ممكن فيها مشاكل، ممكن معلومات غير صحيحه مغلوطه الى اخره. فهون نحن المتابعه بدنا نشغل وقت، بالنسبه نحن عم نعزز هالفكره عند الابناء بشكل عام سواء اطفال او اكبر. هلا الطفل شوي بيبقى قليان بحكم انه هو صغير وبيخاف انه يخسر مثلا امه اذا قال لا، يعني من هذا الباب. لكن الشباب المراهقين تماما واليافعين والشباب عندهم عناد كبير، وعندهم هو مو عناد بقصد انه عناد مشان ضد امي او ابي، لا، عناد اثبات شخصيه، اثبات هويه. فبصيروا بيلتفتوا انه اذا بتقول لهم الام او الاب انه هذا صح لا هذا مو صح، انا بدي ابحث بنفسي وانا باخذ المعلومه بنفسي. هلا هون نحن لما بيكون من الصغر مؤسسين التاسيس الصحيح بنخفف من الخطوره اللي بالفتره اللاحقه انه هن يعتمدوا على المصادر برا. هلا اكيد يعني عالم مثل ما قلنا انه فيه من كل الجهات، وفي اعلام كثير معارض عم يشوه الحقائق. هلا وقت يكون في نحن عززنا فكره الانتماء عندهم الحقيقي اولا لانفسهم، وهدف وجودهم هن انه حتى يسعوا بشيء مفيد، فهو انا بعلمه بس يحلل يعني هي المعلومات اذا حللها والراي بشكل عام بشوفه. يعني انا نحن ما لنا متخصصين مثال بالسياسي او طبعا. فنحن بس نقول له انت وازنها بعقلك، عقلك السليم، انت هذا الشيء صحيح المعلومه اللي اخذتها؟ ساعتها هو ممكن بيتراجع، يعني هو بده متابعه. اذا الام ما فيها او الشيء اللي شفته بناخذ من برا او الشيء اللي شفته تمام للطفل او حتى للصبايا او حتى للشباب، ما شرط انت تعمله. هلا بالنسبه للتقليد هون ترتيب اخر. تمام. هلا في عنا نحن كثير من الشباب بيقلدوا التقليد الاعمى، التقليد التبعيه، يعني ما بيفكروا بي معلش باللباس وقصات الشعر واوا، هلا هي ما بتناسب عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا بشكل عام. حتى لو هذا المجتمع يعني ممكن مثلا في عائله هي منفتحه ما عندها مشكله، بس انه في بعض اللباس وبعض قصات الشعر هي ما بتناسب، يعني ما بتناسب عاداتنا. فنحن بنقول له هل انت بالنسبه لك انه شايف مقبول اجتماعيا؟ بداية ما بدي أسرتنا، بنقول له أنت مقبول اجتماعيا أمام محيطك. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم على أساليب التربية وخصوصا مع الشباب أو المراهقين. يعني مثل ما حضرتك قلتي قبل شوي أنه كتير صعب أنا أقول للشاب هلأ لا تفتح هذا الموقع أو لا تشوف أو لا تقرأ، الممنوع مرغوب وخصوصا تمام. بهذا السن تمام. طيب خلينا نحكي شوي عن الاساليب. اليوم في بعض الاهل بيعتمدوا الحوار، في بعض الاهل بيعتمدوا المشاركه، في بعض الاهل بيعتمدوا التجربه انه خليه يجرب ينرفض، هو مصر مثلا بده يلبس هذا الزي او بده يعمل هذا التصرف، ينرفض بالمجتمع تبعه بعدين بيعرف انه نحن كلامنا كان صح. وفي الاهل لا بياخذوا بالمشاوره بالحوار. انت شو بتشوفي افضل اساليب بهالوقت حاليا؟ هلا بالنسبه مثل ما تفضلتي انه بعض الامور تجربه ما في مشكله اذا شيء بسيط، اما في امور تجربه بتخسره نفسه وبتخسره مجتمعه وبتخسره دراسته. يعني في بعض الامور فينا نجرب. هلا اللباس يعني اهون الامور ونرفض من مجتمعه ما في مشكله، اما في بعض الامور لا، بيفوت بسلك معين لا صباح الله او بخط معين او بمثلا طريق معين، هذا بيخسروا عائلته بيخسروا نفسه، يعني بيؤدي الى التهلكه. فهون ما فينا نقول له يجرب او بيتعلم من خبراته هون لا. فحسب مثل ما قلنا هلا دوما وقت يكون في نحن كاسره، يعني انا ما فيني اقول انه كام او كاب تاركين اولاده هالفتره كلياتها بس يشعروا صار عنده خطر بالافكار او السلوك الى اخره بده يرممه. هلا لازم يرممه بس هون الشغل صار اكثر. بس لما بنكون مثل ما قلتي الحوار ممكن بعد الزيارات المقربه ممكن نشغل له وقته، ممكن هلا الام ما بتقدر، في كثير انشطه هي لا غير مكلفه خلينا نقول سواء برا سواء بالبيت نعزز له فكرة. هلا أنا ليش دوما بنصح وبكل لقاء شخص من خارج العائلة كان معه مرشد موجه، كان معه أستاذ، كان معه هو قريب يشغل له وقته. ممكن في عندك هلا على الأونلاين كتير في دورات وكتير في برامج وكلها مجانية ومتاحة ومحاضرات كلها بشكل مجاني، يعني اللي ما بيستطيعه بيقدر يطور من نفسه. يعني خلي يكون له هدف، مجرد ما ربيت ابني أنا من بدايته قبل ما نبدأ بالحوار الطفل إنه أنا أنت بحياتك في عندك هدف، يعني بدنا نسعى خطوة بخطوة. كان صغير بتلاقي الطفل أول ما تقوله شو بدك تطلع، أول ما تكبر بيقول لك مثلا كذا كذا، فأنا بدي ساعده. كيف بدي ساعده؟ بكتير أمور، سواء بمثلا أخذه إذا كان بده يطلع
طبيب، مهندس، بورجي، معلم، كيف بيروح على المدارس، اي شغله بدنا نحن نساعده فيها. يعني الخلل القديم، انا كل خلل قديم مات مثل ما قلت ما تم علاجه صار عندنا صعوبه اكثر. ففي عندنا اساليب حوار، في عندنا اساليب متابعه، في عندنا اساليب نشغل له وقته بالشيء المفيد. يعني دوما نحن بنقول الوقت ما نتركه وقت طويل، يعني حتى لو هو بيقولوا لك ابني كبير واعي، اوكي كبير واعي، بس هذا محتاج لامه، اذا ابوه مسافر عنده شغل بده مين يحاوره، سواء بالعائله اخ كبير صديق، لازم يكون في مين عم يحكي معه. يعني بس بده يحكي، خلينا نقول يفرغ هالشحنه السلبيه اللي عنده. اكيد بحاجه للاداره الصحيحه. استاذه خلينا نحكي شوي عن الاشخاص يلي بيطلعوا بينصحوا، عندهم متابعين او ممكن ما بدنا نقول مؤثرين بالمعنى الايجابي، ممكن يكون هنا مؤثرين بالمعنى السلبي، بيحكوا اي نصيحه اي وجهه نظر. حتى في اشخاص بالغين كبار بالعمر بيتاثروا بهي النصيحه وبيروحوا بيطبقوها، وبالتالي اكيد بيحصلوا نتائج غير مرضيه. خلينا نحكي عن هذا الشق اللي كثير مهم وكثير عم نشوفه اليوم. صحيحه. هلا في كمان نقطه انه عم ياخذوا المعلومات من غير المصادر الصحيحه. يعني لما بنقول هو عالم الافتراضي، عالم السوشيال ميديا، عالم مفتوح، عم ياخذوا المعلومه من مين ما كان. طيب يا ترى هاي المعلومه هل بتناسب، مثال انا عم بعطيه يضرب ولا يقاس، هل بتناسب مجتمعي؟ هل بتناسب مثلا بيئتي؟ هل بتناسب دراستي؟ او حتى نصيحه هل بتناسب مشكلتي؟ تماما تماما. حتى النصائح، يعني غير المعلومات حتى النصيحه، احيانا في بعض النصائح هي فعلا ما بتاثر مثلا علي الا سلبا، في بعض النصائح بتاثر فعلا ايجابا. يعني احيانا طفل او يافع بيجي بيقول لك نصيحه بتقولي فعلا والله معه حق، هو طفل صغير او هو يافع، هي ما في مشكله، بتقولي فعلا فيها فائده، بيعطيكي فكره. لكن هون اللي عم المتابعين البعض همهم بس تحصيل شو بيقولوا تفاعلات فما في اصلا، هن من لا شيء، يعني هن صفحات من لا شيء، وبتلاحظي فجاه هي الصفحه بتروح، بتلاقي هدول المتابعين تضرروا نفسيا، ما عاد صار متابعه. بعدين في شيء اسمه نحن عندنا التخصصات. حلو الانسان هو يهتم بتخصصه، حلو الانسان يكون متفرد بتخصصه، هذا المتعدد التخصصات. يعني بتلاقي مثلا انه اللي بده يقول معلومات بتلاقي بالسياسه عم يحكي، التربية عم يحكي، وبالإعلام عم يحكي. أوكي هلأ الواحد بيكون عنده معلومات، بس أنا صحيح. مثلا ماني متخصصة بهذا الجانب، في أهلة واختصاصات والأهلة المختصين، فهي هون الفكرة، فبقوم بيتابعوا صفحة فيها من كل المعلومات. طب هذا أكيد ما أنه محصل كل المعلومات، فهون عم يصير في خلل، هون عم يصير بالمعلومة خطأ وبالتطبيق خطأ وبحتى السلوكيات خطأ للأسف. طيب كمان دكتورة خلينا نحكي عن فكرة مهمة هلأ عم نشوفها بهذا الوقت الحالي، غياب القدوة الصحيحة للجيل بشكل عام. صاروا بيعتقدوا أنه الأشخاص اللي بيشتغلوا على الإنترنت أو اللي بيتابعوا الناس اللي هنا بيطلعوا على الإنترنت أنه هنا هدول هنا الناس الصح، بعيدا بقى عن الأشغال الحقيقية، عن واقع الحياة الحقيقي اللي هنا لازم يهتموا فيه. فصلنا نشوفهم بهذا الوقت أنه إيه أنا بدي يصير مثل هذا الشخص، بتصير إنفلونسر، بتصير بلوجر، بغض النظر إذا هذا الشيء بيناسبك أو لا، تمام، أو هو صح أو غلط. صحيح. فنحكي كمان عن غياب القدوة وتأثيرها على المجتمع ككل، مو بس على أسرة، على الأسرة. صحيح. يعني المجتمع كله تغير. صحيح. هلأ صارت هي موضة، يعني أنا لازم يكون عندي سوشيال ميديا وحساب ومتابعين، وللأسف عم نشوفها عند الأطفال، صاروا يعملوها للأطفال الصغار. تمام. الموقع وبيحبوا. صحيح. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه غياب القدوة هذا كثير امر صعب، وبالنسبة للشباب وبالنسبة لل يعني المراهقين اكثر. لما نحن ما بنعزز عند الابناء انه انت في عندك، يعني هو مثلا احيانا بيقول لك انا بحب بدي اطلع مثل والده، مثل مثلا جده، مثل عمه، مثل فلان، مثل قائد، مثل، فهون عنده شيء يشتغل مشانه، عم يتاثر فيه، يكون صحيح، بنساعده نحن يمشي على هالخطى. لكن احيانا غياب اول شيء الاهل عن الشباب، عن الاسره، عن افراد الاسره، غياب القدوه هي عم يكون حتى القدوه مو بس بالاسره، مثل ما تفضلتي بالمدارس، بالجامعات، البعض بيكون فهن عم يحاولوا يقلدوا يطلعوا للعالم الخارجي، بيظنوا انه هو عالم خالي من اي مشاكل، من اي هموم، لكن للاسف في حالات كثيره وفي فساد كبير في بهذا العالم اللي مثل ما قلتي وذكرتي انه هذا انه والله مشهور عنده تفاعلات، لكن هذا شو عم يقدم للمجتمع؟ يعني انا بس اذا بدي احاور ابني شو قدم، شو قدم ولا شيء، فراغ.
عدم. شو عم يقدم؟ حتى المعلومة الطبية اللي بيعتقدوا انه البعض عم بيقدمها احيانا كثير، هن هو قادر يروح للجهة الصحيحة لياخذها، وفي او المعلومة التنموية او ما الى ذلك. يعني ممكن حتى عم يكون هي صفحة بعد الصفحات عم تكون بي يعني نحن بنقول الزم بطريقة المدح. يعني ممكن هي الصفحات اللي هو فكره عم يتابعها هذا الشاب او هذا الطفل او عم تحط سموم. طب هون الطفل او المراهق ما راح يدرك، الام تعرف او الاب او المعلم اذا مدرسه او الجامعه الى اخره. دوما الانشطه الجامعيه الانشطه الانسانيه هي اللي بتعزز له، بصير عنده فريق العمل. انا دوما بنصح فيه لما بيروحوا لزيارات لدور مسنين للاعمال الخيريه التطوعيه، هذا فريق العمل عنده شيء مفيد يقدمه، هون شغلت له وقته. يعني هون انا شيء مفيد، بيكون كل اسبوع عنده نشاط او عنده اجتماعات، هون غير دراسته في شيء مفيد. هذا بيعزز له اول شيء المعنى الانساني بشخصيته، وبيخليه عم يعرف انه عم يقدم شيء مفيد. هون انا ما عاد عنده هذا الوقت، ما عنده الوقت يشوف فلان، بصير لما بيشوف هالحالات اللي فعلا صعبه سواء مسنين اطفال ايتام الى اخره، بيقول فعلا، او اللي عندهم بعض الاعاقات الله يعافيهم، بيقول انه فعلا انه الحياه هي في شيء اسمى ما انا تابع فلان وهذا المشهور الى اخره. يعني طبعا ما بدنا ننسى الجانب الايجابي لهي الشاشات والتقنيات اللي موجوده بين ايدينا اليوم، ان كان للاطفال ممكن يتابعوا برامج تعليميه تثقيفيه، يتعلموا اشياء صحيحه بتفيدهم بمستقبلهم. خلينا نحكي عن الجانب الايجابي كمان، كيف ممكن نحن نستغل هي الشاشات بشكل صح؟ هو حسن الاختيار دوما، البرامج والانشطه سواء كان في بالبيت سواء بالمدارس، وخصوصي الاعمار الصغيره يعرفوا يختاروا لنا شيء الهادف. يعني مو بس حطينا لهم مثال افلام كرتون انه شغلنا لهم وقتهم، هذا الفيلم الكرتون شو عم يهدف؟ شو المغزى بتطلع منه؟ بتلاحظي بصير بده يقلده. مثال رياضه بيحطوا في اطفال، في رياضه لاطفال، يعني انا عم علمه حتى بقلب البيت، هو في برامج بدون مثال. في عنا رسم، يعني الاعمار الصغيره في عنا الاحرف العربيه او الانجليزيه اذا هو بفوت مرحله مثلا دراسه، في عنا كثير كيف طريقه الرسم، في عنا كيف مهنه من الكرتون بيعمل اشكال، هي لساتنا بالاعمار الصغيره. طلعنا اكثر في برامج كثيره بتعلمها، في برامج كيف يعني مثال، يعني بفوت مثلا المراهق عنده مشكله كيف بده يصلح شيء فبتعلمها من اليوتيوب. يعني في عنا برامج هادفه، وهون ما بدنا نغفل عنها. اكيد هو كل شيء دوما في التطور بيكون هو سلاح ذو حدين. لما باخذ انا بكون عندي الوعي ووعي اولادي ووعي مجتمعي وطلابي، هون انا عم بترك اثر حسن. بس انا بدي وعي يكون كمان انا قدوه، مو بس وعي وانا ماني قدوه. هي الامور الضروريه كثير بالنسبه لابنائنا. طيب كمان دكتورة خلينا نحكي اليوم، هي عم تلعب دور هي المواقع بالانعزالية بشكل كتير كبير، الانطواء والانطواء، يعني اللي هو الصفة اللي هي مضادة لفعل الإنسانية والإنسان بالمجتمع. قديه مهم ننتبه على هذا الشيء. يعني نشوف كتير فيديوهات بتحس الإنسان أنه بطل تكون منيح، أنت السبب اللي عم بيصير معك، لأنه أنت دائما منيح ودائما تعطي فرص ودائما بتتعامل جيد، لازم تكون قاسي، لازم ما تعطي فرص، لازم 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 تشجعه أنه يصير بلا شعور عدواني انفعالي انعزالي بعيد عن مجتمعه، حتى البعض بيخليه بعيد أحيانا عن أقرب الناس له. صحيح، أفراد أسرته. هاي النصائح اللي كنت عم أحكي عنها من شوي سلمى، أنه كتير منشوف حكم ونصائح ممكن كبار بالعمر يجوا يطبقوها للأسف، وخصوصا للسيدات. يعني السيدات اللي بتقعد على الموبايل اليوم بطل يكوني جدع، يعني أنه خلص لا توقفي مع جوزك، لا تكوني منيحة، لا تكوني إنسانة، بعد شوي رح تصير تزت ولادة يعني برات البيت. فقديش إلا تأثير هي عم تلعب على شعور نفسي يعني تماما. هن عم خلينا نقول عم يقضوا على الجانب او الحس الانساني اللي موجود بالفطره الانسانيه عند الانسان. هذا عم من خلال انه انت قدمت لهم كثير ما حاج. تماما ما قدروا لبقى تقدم، انت ساعدت كثير ما قدروا لبقى تساعد. ما هو دوما صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هي بالمقابل عندك دوما قضاء حوائج الناس نعمه من نعم الله. يعني الانسان الله لما يخص هذا الانسان لقضاء حوائج او مساعدته، هي بيكون خاصه لانه هو فعلا اهل. هي الامور كلها عفوا بتعزز لهم المعنى الايجابي مقابل اللي عم يقولوا قدمت كثير لبقى تقدم، ساعدتهم
ما طلع فيهم خير الى اخره. هذا اللي بنسمعه، اولادك بكره مو اليك، بكره كل واحد بيلتفت لنفسه. طيب هاي الامور اكيد تعمل هي شوائب تماما وشرخ بالنفس وبالقلب، انه انا كل هذا التعب حيروح هيك هباء منثورا. هذا هي الامور كثير بتاثر وبتعمل لهم كمان، غير انه الانطواء بتعمل لهم اكتئاب، انه انا بدي خلص لشو الحياه، ما بيعود اصلا عندهم رغبه بالحياه. دوما احنا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فنحن عنا الأعمال اللي بدنا نقوم فيها بحلوة ومرة، يعني عايشين بها الحياة. لو في شوائب، لو في مشاكل، أنا هيك طبعي إيجابي، طبعي بساعد الناس إلى آخره، بدي ضل على هذا المبدأ، ما أنا قدوة وأنا بدي أتأثر بالناس. أكيد أستاذة رولا، يعني شكرا كثير لكل المعلومات والنصائح يلي أغنيتينا فيها ضمن فقرتنا هي. بنتمنى لك كل التوفيق ونورتي صباحنا. شكرا كثير. شكرا لك دكتورة، بنتمنى نكون كمان فدنا كل مشاهدينا من خلال هاي الدردشة الصباحية مع حضرتك. شكرا لك. نكون موفقين يا رب.